أهلا بيكم معانا النهاردة في ندوتنا عن دمج ذوي الإعاقة. طبعا موضوع الدمج موضوع كتير مهم، وفي محاور كتيرة وفي كلام كتير زي ما احنا عارفين. فحاولت ان انا حاولت كتير ان اجمع داتا كويسة، وبرضو حضراتكم هتشاركونا النهاردة في الموضوع، لأنه موضوع كتير مهم ويهم كتير من ولادنا. وزي ما احنا عارفين الدمج مش خاص بفئة معينة طبعا، زي ما احنا عارفين دلوقتي في دمج ذوي الإعاقة الذهنية والبصرية والسمعية، في سلبيات وفي إيجابيات طبعا. بس احنا هنتكلم النهاردة عن الدمج من منظور مختلف شوية، ومن وجهة نظر متخصصين معانا وناس موجودين مشرفينا برضو النهاردة. احنا بنقول دمج ذوي الإعاقة بين الواقع اللي احنا عايشينه وبين المأمول اللي احنا بنتمناه، وياريت ان احنا فعلا نقدر نوصل صوتنا ونوصل صورة يعني بالظبط مظبوطة وزي ما هي موجودة في المجتمع، ونوصل صوت الناس وصوت أولياء الأمور كمان، لأن الموضوع فعلا في تحديات كتير احنا واقعين فيها الفترة دي، لعلها تبقى يعني بادرة امل ان احنا نغير حاجة لصالح ولادنا ولصالح المجتمع ان شاء الله. فاهلا بيكم مرة تانية في محاضراتنا التوعوية، كل ان شاء الله كل شهر بقالنا 4 سنوات، وان شاء الله باذن الله في جديد كمان. بمعنى بسيط الدمج، احنا بنقول دمج ذوي الاعاقة بالمعنى البسيط كده هبسطه لكم، يعني انا بدمج ابني لو هو من ذوي الاحتياجات الخاصه، بدمجه مع، مش عايزين بقى نتكلم ان في ذوي اعاقه وعاديين، احنا بنتكلم ان دمجهم عموما او دمجهم وسط اقرانهم في المجتمع ايا كان شكل. احنا بنتكلم ليه بنقول دمج؟ لان في الطبيعي ان الولاد ذوي احتياجات خاصه ليهم مدارس خاصه، اذا كان ذهني مثلا فبيبقى تربيه فكريه، اذا كان صم مثلا ضعف سمع بيبقى مدارسهم الامل اللي هي للصم وضعف السمع، اذا كان مكفوفين بتبقى مدارسهم الخاصه بيهم النور والامل، وهكذا في مجموعه مدارس متخصصه في المجال ده. فاحنا بنقول اصحاب الاتجاهات المختلفه في نظرتهم في الدمج عايزين يكسروا العزله دي، بمعنى ان مش هيكون بس في ولاد في مدرسه مكفوفين بس ونعزلهم عن باقي المجتمع، ومبقاش في صم في مدارس امل بس ونعزلهم عن باقي المجتمع، عايزين يبقى في دمج بينهم وبين بعضهم في مدارس مختلطه بمعنى اصح. ده يعني التفسير الاقرب للموجود حاليا اللي بيتعمل في واقع احنا عايشينه بالفعل، وفي واقع تاني احنا بنأمله، او في حاجات احنا بنأملها في المستقبل، لان التجربه بالفعل اتعملت على ارض الواقع تجربه الدمج، لكن فيها سلبيات فيها ايجابيات مش هننكر، في ايجابيات احنا وصلنا لها الى حد ما، لكن احنا من وجهه نظرنا ومن وجهه نظر الاخصائيين اللي شغالين وجهه نظر ناس في المجال شايفين في سلبيات اكتر. احنا هنعرض الموضوع بشكل مبسط وبشكل حيادي جدا، وارائكم كمان هتفرق معانا النهارده، علشان نقول الدمج ذوي الاحتياجات الخاصه ان هو دمجهم في المدارس العاديه وفي الصفوف العاديه، بالتالي يعني هم كلهم هيدمجوا في صفوف عاديه ومدارس عاديه مع اقرانهم، زي ما بقول مع حصولهم ومع ضروره حصولهم على خدمات مهمه جدا ليهم، اللي هي خدمات التربيه الخاصه زي ما بنقول. بعد كده هنتكلم على المصادر، لازم المدرسه اللي فيها دمج يكون فيها مصادر، غرفه مصادر دي اهم ما في موضوع الدمج، وهنتكلم طبعا عن كل التفاصيل دي في الندوة. اول حاجه هنتكلم فيها النهارده اهميه الدمج، ايه اهميته من وجهه نظرنا جميعا. انا حابه اسمع بس حد مامت مين هنا سندس، سندس في دمج، انت حاسه ان في الدمج ده مهم لبنتك، في اهميه، قولي لي سبب. قاعدة مع عيال طبيعيين أو عاديين، وجهة نظر أولياء الأمور دي أول حاجة بس حابة أوصلها لكم، كنت متأكدة إنها هتقول كده. دايما عندنا اتجاه وتوجس أولياء الأمور إن حاسين ولادهم عايشين في عزلة أو في مدرسة تربية فكرية، دي بتبقى تقيلة على أي أب وأم. فده اتجاه إن ابني في مدرسة عادية مع العاديين، ده أول السلبيات. طيب تمام، هنمشي نقطة نقطة. لو احنا اتكلمنا عن أهمية الدمج هنقول
هم كلهم على فكرة فيها استفادة للعاديين ولذوي الاحتياجات الخاصة. ليه؟ العاديين هيعرفوا يعني ايه ان في المجتمع ذوي اعاقة بمعنى اصح. في كتير من ولادنا ما شافوش ان في اطفال مش شكلهم، لو هنتكلم بالمعنى البسيط، في اطفال مثلا عندهم إعاقة مثلا ذهنية أو سمعي أو حركي، ماشي على كرسي أو ماشي بعكاز أو ما شابه. بنكسر الموضوع حدته هنا، إن أنا بقول للولاد في المجتمع يا جماعة لا، ده في أولاد وفي أخوات ليكوا وفي أصدقائكوا من ذوي الإعاقة، أيا كان إعاقته، حركي ذهني بصري حركي أيا كان. فهي الفكرة في الدمج، إن أنا بدوب يعني الجبل بتاع الجليد ده، ان انا بكسر العزلة دي، وان ان كله بيبقى فاهم ومتفهم ان المجتمع فيه شوية. فاحنا بنقول هنكسر العزلة دي، دي اهمية من اهميات الدمج. دي حاجة كمان زي ما بنقول هنتيح الفرصة لتعلمهم مع بعض، يبقى فيه تعليم مشترك دامج. هو لو هو كده بالفعل يبقى احنا كده عملنا شغل كويس جدا، لو احنا عملنا تعليم دامج بس بشروطه ويبقى فعلا طبقت الشروط والاحكام بالظبط، يبقى انا جبت نتيجة هايلة قوي من موضوع الدمج. في كمان زي ما بنقول اتجاهات متغيرة تماما، انا مش متقبل الاخر ولا الاخر متقبلني، والاهم الاسر كمان مش متقبلة بعضها. يعني اسرة الطفل العادي احيانا ناس كتير اتكلمت في الموضوع وقالت انا ايه خليني انا ابني عادي سوي اللي يخليه جنبه طفل داون مثلا او طفل عنده اعاقه بصريه او سمعيه. ليه؟ اتجاهات ومشاكل. يعني انا بتكلم دلوقتي بعيد خالص على المنظومه وعلى الدمج وعلى المدرسين والمناهج و و في فكر اولياء الامور اللي انا هو ده المهم قبل ما ادخل في عمليه دمج، ان انا لازم اهل المجتمع، وده كان المفروض قبل ما اجيب المنظومه كلها واطبقها في المجتمع عندي. ما كانش فيه تاهيل بالفعل للمجتمع، الاهالي مش متقبلين على فكره، وبالذات اطفال اولياء امور الاطفال العاديين مش متقبلين ان ابنه واللي قاعد جنبه في الديسك جنبه ان هو من ذوي الاعاقه بالظبط، او يتعدوا. واحده ام قالت لي وانا ايه اللي يخليني ابني يتعدي؟ يتعدي ايه؟ هو ده بيتعدي؟ فطبعا فكر عقيم جدا وبيتقال وبسمعه، ان هم خايفين ولادهم مستواهم يقل، يحصل له حاجه، يحصل له تاخر دراسي، يحصل له بلاهه، الكلام اللي بنسمعه. فاحنا بنغير الفكر ده. كان بالاولى والاجدى ان انا قبل ما اجيب المنظومه والفكر ده واطبقه، ان انا اغير فكر مجتمع، اعمل عمليه تاهيل، اعمل توعيه. يا جماعة احنا مثلا السنة الجاية داخلين في موضوع، في مشروع اسمه دمج، عايزين نأهل، كان ده الصح، لكن انا جبت المنظومة ونزلتها وطبقتها فطلعت العيوب، وعيوب كبيرة على فكرة، وعيوب عملت اثار نفسية رهيبة على اولادنا. احنا دلوقتي على فكرة بنعالج، وللأسف علاج هيبقى صعب شوية لانه في نفسية وفي تعب، وفي ولاد نفسيتها تعبت، وفي اولياء امور نفسيتها اتدمرت وسحبت ولادها وحصل مشاكل كتيرة. انا بتكلم من منطلق محايد تماما، لان انا في النص بين اولياء الامور وبين المدارس وبين الاخصائيين اللي هم مش شايفين الموضوع فيه جدوى، فبالتالي انا عمال اسمع في اتجاهات وتوجهات كتيره من البيئه المحيطه بيا، ففي مشاكل. فالمشاكل بنحاول نعالجها النهارده. ايه تاني اهميه الدمج؟ لو قلنا دمج الطلاب المعوقين في مدارس التعليم العام المفصول بيؤدي الى ايه؟ هل بيؤدي لتحسين فعلا مستوياتهم التعليميه؟ هل حد شاف من اولياء الامور اللي عندي ان فعلا في تحسين لابنه من ذوي الاعاقه لما دخل دمج؟ حد بس يقول لي او لا، بنتك اتحسنت في ايه؟ تمام، حاجه ايجابيه كويسه جدا، هنرجع لك تانية يوم ونص. تمام، كمان الطلاب من ذوي مستويات الاعاقه المختلفه بيتعلمون بصوره افضل. افضل دي اهميته بقى، افضل من ايه؟ من تعلمهم في نظام العزل او نظام اللي هو المدارس الخاصه بيهم زي الامل او مدارس التربيه الفكريه. دي حاجه هم شايفين ان الطريقه دي هتخلي ان الاولاد ذوي الاعاقه هينجحوا، هيجيبوا مستويات اعلى وتحديات افضل. كملي 20. احنا بنقول ازرع جميلا ولو في غير موضوع، فلن يضيع جميل اينما زرع. اي مكان هنعمل فيه خير واي مكان هنقدم فيه بادره امل او خير، ان شاء الله ان شاء الله اكيد هنلاقي فيه خير. كملي 20. هو في تقرير من
من اليونيسيف هي عاملاه عن الاطفال ذوي الاعاقه عموما، هو مش طويل في دقيقتين هناخد خلفيه عن ذوي الاعاقه وهنشوف التقرير ده بيقول ايه عن ولادنا. ولأنهم جزء لا يتجزأ من مجتمع لم ينصفهم ولم يوفي حقهم في طفولتهم المبتورة التي سلبتها منهم الإعاقة، يفرقهم المكان ولون البشرة، غير أن إعاقتهم وحدت آلامهم وآمالهم. وتزامنا مع عيد الطفولة صدر عن اليونيسف تقرير سنوي عن وضع الأطفال المعاقين في العالم حاملا عنوان انظروا إليهم كأطفال قبل النظر إلى إعاقتهم. ودعا التقرير إلى ضرورة التركيز على قدرات الأطفال ذوي الإعاقة وإمكاناتهم ستؤدي إلى جلب منافع للمجتمع ككل، محذرا التقرير في الوقت نفسه من التمييز الذي بات يطال هذه الفئة ما يجعلها على الهامش. ويشخص تقرير اليونيسف لعام 2013 أن الأطفال ذوي الإعاقة من بين الفئات المعرضة للعنف والإهمال والاستغلال. ومع هذا تظل ابتسامة البراءة وعمر الزهور تميز هذه الفئة التي لا تطلب إلا أن تكون مثل باقي أطفال العالم. طيب هنرجع لموضوعنا الدمج عشان هو اللي احنا بنتكلم فيه انواع الدمج. لو هنمشي خطوه خطوه في الموضوع، هما في ثلاث انواع للدمج. الصفوف الخاصه في المدارس العاديه، ان انا مدرسه عاديه خالص جدا زي اللي احنا بنشوفها، بس فيها فصل اللي فيه الدمج، فصل واحد او اتنين مثلا يبقى فيه دمج. بيحصل ايه؟ ان المفروض ان الولاد معظم الوقت بيبقى في الفصول المدمجة مع الولاد، تمام كده، وفي وقت من مستقطع من اليوم الدراسي بندخلهم فصل هو غرفة المصادر اللي هو فيه بقى الحاجات التنموية وتنمية المهارات وأجهزة التخاطب والأجهزة السمعية، الحاجات الخاصة بيهم أيا كانت إعاقتهم، اللي هي بيستقطع وقت جزء من اليوم الدراسي في جدولهم إن هو بيستقطع الوقت ده في غرفة المصادر. الواقع إيه؟ الواقع إن ده ما بيحصلش. ما احنا هنقول النهارده الواقع والمأمول. الواقع ما بيحصلش ده، ان طول الوقت هم خلاص اتعودوا ان في فلان وفلان اتنين من الاطفال ذوي الاحتياجات محطوطين في الفصل الف او ب، خلاص هو طول اليوم محطوط في وسط الاولاد وخلاص. المصادر دي اكتشفنا ان في وقت كبير جدا وما بتتفتحش، بيخايفين عليها، خايفين على العهدة، ما بتتفتحش. يعني انا اكتشفتها بالصدفة وانا عاملة ندوة في الجمعية هناك، فاحنا بنتكلم والدة الطفل قالت يعني ايه غرفة مصادر، فبقول لها هي الأوضة والغرفة المفروض ابنك بينزل في اليوم وقت ساعة اتنين ايا كان الوقت المستقطع بتاعه. قالت لا ده الأوضة دي ما اتفتحتش اصلا في المدرسة، وموضوع عمل مشكلة هوريها لكم، انا جايبه لكم صور ليها فيديو مش موجودة. زي الفل، احنا كده يبقى الدمج ده مش نافع. ليه؟ لان هو اساسي في غرفة المصادر. ايه فرق بقى ان انا بعلم، يعني وديت ابني ذوي احتياجات مدرسه عاديه وخلاص انا حطيته، الدمج لازم له شروط واحكام ولازم ليه حاجات بتتنفذ. غرفه المصادر تبقى فيها اجهزه خاصه وادوات خاصه بذوي الاعاقه، مثلا البازل، مكعبات، الادوات التنمويه اللي بتخلي الطفل بيتعلم عليها، في حاجات للتخاطب بيشتغل عليها، مثلا لو في برايل بيتعلم فيها لو هو كفيف، اجهزه سمعيه للذوي الاعاقه السمعيه مثلا هي اجهزه اف ام او ما شابه عشان يقدر يسمع ويسمع الجلسات التخاطب. هي دي في الفصل استحاله احط الحاجات دي، مستحيل. فبالتالي هي غرفه مساعده واساسيه في نظام الدمج. كتير بقى اكتشفت من كتر الكلام الامهات لما بنقابلهم ان الغرف دي مقفوله لانها عهده على المدرسه، فخايفين فبالتالي بيقفلوها علشان تبقى العهده سليمه. يبقى هل ده واقع؟ ده مش سليم. هو ده الواقع اللي احنا عايشينه، واحنا بنتكلم المأمول بقى ان انا الحاجات دي بتفعل. هاتي تاني 20 اللي بعدها. في بقى الدمج الاكاديمي. الدمج الاكاديمي ده اللي هو النظام التاني من الدمج، ان هو طول الوقت الأولاد ملحقين بالفصول العادية مع الأقرانهم العاديين طول اليوم، بسمي لهم صعوبات التعلم، تمام، علشان يتعلم. ها
هيحطه مع أقرانه عاديين، هل هينفع إن أنا عندي طفل صعوبات تعلم أحطه مع العاديين؟ بالطبع هو مش هيجيب نتيجة، لأن ذوي صعوبات التعلم محتاج شغل فردي. إن التعليم أو النظام الأكاديمي دوت في النوع دوت بيخلي الطفل ملحق بالفصل طول الوقت أو فترة طويلة جدا جدا جدا، بس حاطط شرط. الشرط هو ايه؟ انه حاطط معلم مساعد في الفصل مع المعلم الاساسي، ان هو الولد لما يقع في حاجه بيشرحها له، اللي هو بتتقال الشادو تيتشر. هل في ام لقت في الفصل شادو تيتشر مع ابنها؟ في يا مصندس؟ تمام، ما احنا بنتكلم على عندهم اولاد في الدم. طيب احنا بس بنسال علشان بنشوف ايه اللي بيتطبق وايه اللي ما بيتطبقش. النظام ده الدمج الاكاديمي هيدمج في فصل واحد وطول الوقت، اوكي تمام، بس ايه بقى؟ بشرط ان في معلم مساعد جنب الطفل لما هيحكي المدرس، وهيقول انا النهارده بتكلم مثلا عن هنتكلم مثلا عن رفع الالف، مثلا الف مرفوع او الكسره او الضمه. الاولاد العاديين ممكن يستوعبوها بسهوله، ان انا بتكلم او مثلا ابره او ام، او هندي امثله على الحروف والكلمات المفتوحه والمكسوره والمضمومه. طبعا الطفل من ذوي صعوبات التعلم في الوقت ده هو برضو عنده صعوبه في التفكير، فالمدرس بيلاقيه ساكت، انت فاهم، يقول له لا، فبيجيبها له ببساطه ويفهمه بقى الجزئيه دي. الموضوع في الف مفتوحه وبيديله مثال وبيديله ألف مكسورة وبيشرحها له بأمثلة لوحده، لأنه حس إن هو ما فهمش المعلومة من المدرس الأساسي اللي واقف في الفصل، فبالتالي بيفندها له بشكل مبسط. ده دور الشادو تيتشر أو المدرس المساعد اللي المفروض في النظام الدمج الأكاديمي بيتطبق. ما بيحصلش ليه؟ سألنا في الموضوع ده المدارس والأخصائيين الدمج التربية الخاصة، أصل ما فيش مدرسين كافية، ما فيش يعني كوادر بشريه تعليميه كافيه انها تغطي كل ده. احنا بنحط المدرس في كل فصل بالعافيه، يبقى انا كده الشق الثاني في الدمج وقع مني. تمام كده، يبقى ده الواقع برضو اللي احنا بنقول فيه عشان يمكن نعدل حاجه. ثالث حاجه الدمج الاجتماعي. باختصار يعني انا بدمج الولاد في الانشطه، بمعنى اصح انشطه بقى حفلات رحلات، بدمجه اجتماعيا مع الولاد، ملهاش علاقه بالتعليم خالص دلوقتي. انا ما بتكلمش عن التعليم، انا بتكلم ان هو مدمج في حاجات ترفيهيه، حاجات بتنمي قدراته، ازاي ينظم حفله، ازاي يعمل اذاعات مدرسيه، ازاي يواجه، فيها حاجات مع اقرانه العاديين، فيها دمج اجتماعي علشان يتعود ان يبقاش معزول، فبالتالي هو ممكن يتكلم او يشتغل معاهم في يوم عادي او يوم في ترفيه ده الخاص بالدمج. هل ده موجود؟ هل بنتك اشتركت في حاجه زي كده؟ طيب تمام، يبقى كمان انا في مشكله عندي هنا في الحاجات الانشطه الترفيهيه او المجتمعيه زي ما بيحبوا يوظفوها. احنا كل ده بنحاول نخلي الولاد مدمجين. العنصر الثالث كمان مش قد كده، اياك ان تقول لا استطيع، بل قل انا اريد، لانك لو اردت فعلا ان تحقق امرا فستحققه، فكلنا نستطيع لكن لسنا كلنا نريد، لسنا كلنا نريد. ده طبعا مقولة الدكتور إبراهيم الفقي. كملي يا شيرين. في هنا دمج فيديو من لبنان، هنشوف أفكار الدول التانية بتفكر إزاي. حاولنا نتكلم ونشوف، هنجيب من مصر طبعا وهنجيب من بلاد تانية علشان نشوف الدمج عامل إزاي في البلاد الأخرى، ميبقاش عندنا إحنا بس الفكر. هنشوف. في بارقة أمل جديد وبتعاون مع مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية والمدارس الخاصة في أبوظبي في تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في برنامج تدريبي لتأهيل الطلاب للدمج والالتحاق بمدارس التعليم العام، لبت مدرسة خاصة استقبال 8 من الطلاب لدمجهم في الصفوف، وهيأت لهم الجو الاجتماعي والبيئة المادية والنفسية، وأعدت طلابها لاستقبالهم والمشاركة في تأهيلهم لممارسة حياتهم المدرسية، حيث أشعرتهم هذه الفكرة بانتمائهم إلى المجتمع المدرسي، وساعدتهم على بناء صداقات جديدة مع الطلاب الأسوياء، وأهلتهم لممارسة حياتهم اليومية في جو اجتماعي آمن.
لهذا المشروع، نتأمل أنه يكون يعني بذرة في بداية المشروع إن شاء الله قادم. إحنا الحين متعاونين جدا مع مدارس التعليم العام مجلس أبو ظبي للتعليم، لكن حبينا أن ندخل بعد في المدارس الخاصة. وقد مارس الطلاب مجموعة من الأنشطة، بدأت من الطابور الصباحي وتحية العلم، ثم المشاركة في حضور حصص دراسية وممارسة أنشطة ترفيهية وتعليمية متنوعة كالسباحة والفن والرسم والقراءة والرحلات المدرسية، كما مارسوا عملية الشراء من المقصف المدرسي واللعب مع أقرانهم في الساحة والملاعب، مما يسهم في صقل شخصيتهم من خلال مواجهة هذه المواقف الحياتية المتنوعة. كما كان لهذا البرنامج أكبر الأثر على أولياء أمور الطلاب الذين كانوا يتهيبون من هذه الفكرة، حيث عكس لهم صورة إيجابية واضحة عن فكرة الدمج، لمسوها من خلال التغير الملحوظ على سلوك أبنائهم. البرنامج كان جدا ناجح بصراحة، كوني ولية طالبة دمج السنة الجاية إن شاء الله، وبددت كل المخاوف اللي كنت أحس بها أنها بنت بتندمج في مدرسة التعليم. نظام الدمج ده في الإمارات أنا عجبني قوي إن هم نفذوا البنود بتاعته بالضبط اللي هي موجودة في البرنامج الأساسي الأصلي. عارفين إيه هو؟ من أول الطابور، من أهم أولويات إن أنا أدمج الولاد، اللي هو الفصل ولا يعني المصادر ولا الحاجات دي كلها، كل ده مهم. ده الموضوع ده اللي بعد كده الأهم، من قبل ما أنا أطلع الفصل في حاجات تمهيدية، ألا وهي قبل ما هطلع للتدريس في طابور لازم بيقفوا مع بعض ولازم يشتركوا في الإذاعة المدرسية، دي من أهم الأولويات. لازم يشتركوا في الأنشطة، لازم يشتركوا في الحاجات الفنية زي ما شفنا بيرسموا بيعملوا مع بعض أنشطة نعم، وبيشتروا. عارفين إن مهارة الشراء دي مهارة؟ عارفين ولادنا ذوي الاحتياجات الخاصة مش عارفين لما معاهم فلوس لهي ايه ولا بقى كام ولا يشتروا، فهو من اولويات ان انا انزله كمان في اليوم الدراسي ان هو يشتري، يتعلم ان هو يدي فلوس وياخد باقي ويشتري الحاجة اللي هو عايزها. على فكرة دي مهارة، دي من الاساسيات. هم عملوا تقرير سريع جدا عجبني قوي ان هم طبقوا احنا عندنا بنعمل ايه، احنا بنقول ايه، ادي غرفة المصادر وادي اليوم الدراسي، ويا ريت هم عاملينه صح، مش عاملينه صح. هم هناك بصوا على الحاجات الاهم اللي هي بتأهله ان بعد كده لما يضمك في الفصل هيجيب نتيجة، هم بصوا على الحاجات الاولويات اللي هي النقاط اللي هي المساعدة للدمج، الاساسيات اللي انا عشان أأهله يبقى الطفل مدمج، هم عملوها فعجبني. فانا وريته لكم عشان بس نعرف الدمج مش هو فصل واحط العيال مع بعضها واسيبهم مع بعض، مش هو ده الدمج. الدمج اللي هو ده اللي احنا شفناه دلوقتي، اللي يشتركوا مع بعض في حاجات. في شروط بقى علشان اما اعمل دمج، لازم انها تتوفر معايا في اليوم او المشروع كله نفسه. تهيئه الولاد العاديين الاول رقم واحد. شفتوا بقى ما جبتش خالص عن ذوي الإعاقة ولا اتكلمت على المدرسين ولا على المنهج. أول حاجة بأهل الولاد العاديين. ليه النقطة دي مهمة؟ لأنه مش متقبله، لأنه هو في الفصل هو ليه عامل كده، هو ليه ما بيتكلمش، هو ليه بيدعك في عينيه. أستاذة زكية دلوقتي هتشاركنا في موضوع، هنجيب نقطة ذوي الإعاقة البصرية وهتكلمنا عنها، عندها مشاكل في مدرستها وهتقول لنا الدنيا ماشية ازاي في المكان اللي هي بتشتغل فيه. لازم أأهل العاديين الأول. عرفنا بقى أن هو حاجة مهمة جدا. هل إحنا في مدارسنا أهلنا ولادنا العاديين عشان يتقبلوا إخواتهم من ذوي الإعاقة؟ هل ده حصل؟ ما حصلش. أنا عارفة متأكدة أصلا قبل ما تجاوبوا. ليه؟ لأن هو نظام وطبق وجاء وخلاص، المدرسة دي فيها دمج، المدرسة دي العام الدراسي الجاي هتبقى مدرسة فيها دمج، بس ما لهاش علاقة. ما أهلش، ما جابوش البرنامج في الأول وقالوا هنطبقه يا ولاد إن إحنا في أطفال من ذوي الإعاقة يبقوا معانا في العام الدراسي الجديد، لازم نتقبلهم ولازم هم إخواتنا وهم من مجتمع وهم أطفال زينا ومحدش خلق نفسه ومحدش عمل كده في نفسه، ولازم نبقى عارفين دي حكمة ربنا ولازم نتقبلهم. محدش قال كده، فبالتالي الدنيا بتقع. لأن في ولد عندي جالي قال لي أنا، قال لمامته ما تقوليش للميس مونا ان انا طفل دمج. ليه؟ قال لان هم بيعايروني في المدرسه ان انا طفل دمج،
تعالى يا دمج، روح يا دمج. حتى المدرس لما بيدخل الفصل بيقول فين بتاع الدمج، فين اطفال الدمج اللي هنا، اقف يا ابني بتاع الدمج. ايه هي بقت وصمه؟ بقت وصمه، لان هم وصموهم. بعد ما احنا بنحط نظام داعم ليهم، للاسف احنا بنعقدهم لدرجه ان الولد جاي يقول محدش يقول ان انا دمج. فدي بس حاجه عشان بس نعرف ليه هي نمبر 1 في الاولويات، ان هي مهمه جدا ان انا اهل الولاد. فكره ذوي الاعاقه ما عندهمش مشكله، عشان نبقى فاهمين، بس هي المشكله في العاديين على فكره. عمر ما كان ذوي الاعاقه عندهم مشكله في اي حاجه، لا في تعليمهم ولا في مشاكل في اي حاجه، هي الفكره في المجتمع، يا اما احيانا في بعض الاسر اللي برضو ساعات بتبقى رافضه، او هي ما عندهاش كمان الوعي فبتتعبنا كمان. دي من الحاجات اللي بنشوفها في المجتمع متعبه جدا، المجتمع واحيانا بعض الاسر. تاني، نعم يا استاذ، بالظبط، مش دايما، تمام. تأهيل ذوي الاحتياجات كمان نفسيا لازم أأهله، انك انت النهارده مش هتبقى في مدرسه تربيه فكريه زي ما انت متعود، بتتحط وبتتساب وبتتنسي، ماما بتيجي الصبح بتيجي تاخدك اخر النهار، خلاص هو متعود على كده ان مفيش اي حاجه. نعم، هو ده اللي بيحصل. فانا لازم أأهله نفسيا وتربويا الاول ان هو هيبقى في مدرسه زيه زي الولاد العاديين، انت بتشوفهم زي اخوك زي اختك، ما هو الولاد دول يوم اخوات اصلا طبيعي عاديين في مدرسه عاديه. كنت لازم اقول له ان انت هتروح، مش يروح يصدم ويلاقي الولاد ايه ده ويضحك عليا، وانت جايب كرسي متحرك، وانت لازم حد يزقك، وانت لازم حد يوريك، وانت لازم حد يكتب لك، مش هو ده اللي بيحصل؟ تمام. المدرسين بقى، تاهيل، هل المدرسين مؤهلين؟ هل واخدين خبرات كافيه؟ انتوا عارفين المدرسين دول عباره عن ايه؟ طب زي الفل، مش عارفين، هو مش عارفين يعني ايه دمج. هم عملوا ايه؟ هم جابوهم مدرسين عاديين كده اللي هم الطبيعيين بتوع المدرسه، انت هتاخد دوره تدريبيه 3 ايام، وده اللي حصل، وهتبقى مدرس دمج. ما بيحضرش اصلا 3 ايام، لو راح حضر مره عشان يثبت ان هو خد شهاده دمج، ان هو مدرس بيشتغل في الدمج، والموضوع خلص، بيروح المدرسه لا فاهم يعني ايه دمج، ولا فاهم يعني ايه يعمل برنامج لطفل اصلا، ولا فاهم يعني ايه وديه غرفه مصادر، ولا عارف اهميه غرفه المصادر، ولا عارف اهميه الموضوع اصلا. فبالتالي الدنيا كلها عماله تقع 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 تقع. الاهم كمان من ان انا اهله، والاهم ان هو ان انا اخليه مدرس عنده وعي، عارفين ايه؟ ان هو يكون يحب ان هو يشتغل مدرس دمج. عارفين دي مهمه ازاي؟ مهمه دايما. يعني انا عملت تدريب في الاستعلامات، في العمل الاستعلامات، قالوا لي هتدربي ناس موظفين في الحكومه، الصحة والتعليم والسجل المدني والاسم والحاجات دي، تدربيهم عن كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة، ويعمل لهم لغة إشارة، وإزاي يتعاملوا مع المكفوفين، وإزاي يتعاملوا مع... أوكي، عملنا التدريب ده. الناس جاية عاملة إزاي؟ الناس جاية قاعدة مفروض عليها التدريب، رؤسائهم فرضوا عليهم إن هم ييجوا إجباري التدريب. أنا قلت على فكرة، الناس دي مش حابة، أنتوا ليه بتجيبوا لي ناس مش عايزة تتدرب؟ فانا لاحظتها وهي فعلا كده، ان هم مش حابين، هم بيجوا خلاص تاديه واجب، رؤسائهم قالوا لهم هتروحوا تحضروا تدريب، زي مديرينهم برضو ما قالوا لهم انت هتبقى مدرس دمج، فبالتالي هو مش هيبقى ناجح ومش فاهم ومش حابب، مش هيدي، مش هي المنظومه مش هتنجح اصلا، لان لازم انا قبل النقط دي كلها يبقى عندي كوادر بتحب الشغل ده. المجال بتاعنا ده لو ما حدش بيحبه صدقوني مش هينفع، لازم كل اللي بيبقى في المجال ده عنده. انا اكتشفت النهارده بالصدفه ان انا عندي حاجه نفسيه، ليه؟ في حد دكتور كبير بيقول لي اللي بيشتغل مع التوحد والصم بيجي له حاجه نفسيه، قال لي عليه، قلت له يبقى انا عندي الحاجه دي. فبيقول لي انت، قلت له لان انا ضغطت معاهم فتره ومشاكلهم وهمومهم، قال لي لا ده مرض نفسي بيجي من المحبين للمجال ده. قلت له يا يمكن تروح حبي في المجال جالي مرض نفسي، والله قالها لي النهارده وانا صدمت، بس انا فرحانه ما دام بحبه وجالي مرض نفسي يبقى كويس جدا. هما مش حابين، هما مش حابين ان هما يعملوا شغل سليم، هما مش عارفين يعني ايه دمج. يبقى احنا وصلنا النقطة دي، مفيش الاختيار الدق لذوي الاحتياجات الخاصة، بمعنى ان انا مش هدمج اطفال غير قابلين للتدريب والتعلم، احنا متفقين على ذلك. انتوا عارفين ان في شروط ان الطفل يروح يبقى دمج، عارفين ايه هي؟ مثلا اهمها ان الاي كيو بتاعه لاختبار الذكاء يبقى ما يقلش عن 65 درجة، تمام؟ دي نقطة.
ان هو ما يكونش عنده متعدد الاعاقه، يعني ما يبقاش عنده اعاقه ذهنيه وحاجه سمعيه حركيه يعني ما يبقاش عنده اعاقتين، دي من ضمن الشروط. يبقى انا كمان هختار بعض الاطفال القابلين للتدريب والتاهيل والتعلم، وكمان ما يكونش متعدد الاعاقه علشان ما يبقاش كمان في مشكله، تبقى محتاج شغل اكتر وشغل فني اكتر، وما يبقاش عبء على المدرسين ولا على اقرانهم كمان، لان هيبقى محتاجين تدريب وتاهيل اكتر. برضو غرفه المصادر لازم تكون مؤهله وجاهزه، اوريها لكم ان شاء الله دلوقتي هتعرفوا شكل غرفه المصادر عامله ازاي. لازم تكون متوفره طبعا في كل مدرسه فيها دمج، ما فيش غرفه مصادر يبقى ما فيش دمج في المدرسه. تهيئه اولياء الامور اللي احنا قلناها في الاول خالص، مع ان في مدرسين واخصائيين حابين المجال، هيبقى في اولياء امور كمان متقبلين الاخر، لازم يبقى ولي الامر عنده تقبل للاخر ايا كان. الاب ده عنده طفل عادي هيتقبل الطفل اللي عنده ذوي اعاقه، او الطفل ذوي اعاقه ما عندوش الرفض، وان انا ابني يبقى ذوي اعاقه ممكن الابن السوي يضرب ابني او يعايره او كده، في رفض تام من الطرفين عشان نبقى فاهمين، في مشاكل بتحصل في النفوس كده باولياء الامور، ودي اللي بتعمل مشاكل تانية اكبر بعد كده، ان مفيش تاهيل ليهم اصلا، مش عندهم وعي يعني ايه مدرسه دبجه، مش عارفين ده لغايه دلوقتي. الدعم النفسي والتعليمي كمان مهم، اتكلمنا فيها في الاول، تهيئه المرافق، المدرسه اللي هو الاتاحه اللي احنا بنتكلم عنها، اذا كانت المدرسه دي فيها ذوي اعاقه حركيه، ما كانش فيها اتاحه وفيها رامبات وفيها الحاجات المتاحه بيبقى ملهاش لازمه برضو، ان انا هشيل الكرسي، الولد معاه عكاز مثلا او في مشكله او شلل او ما شابه، هي طول الوقت يبقى عنده هاجس انه زي يطلع السلم، لو في كرسي هيطلع ازاي، المكان ما فيهوش اتاحه، يبقى هو كده مدرسه ما فيهاش دمج، حتى لو هي فيها كل الامكانيات بس هي ما فيهاش اتاحه، يبقى بالتالي وقعتهم عنصر مهم جدا من الموضوع. كملي يا شيرين. لازم احدد الاطفال دول محتاجين اني نوع من الدمج، الاكاديمي ولا اجتماعي ولا فصل في صفوف الاطفال العاديين ولا ايه. كل اطفال وكل اعاقه ليها شغلها، صعوبات التعلم غير البصري غير السمعي غير الحركي، يعني انا البرامج بتاعت الدمج وحاله الطفل هو قبل ما يدخل في المدرسه في مرحله الدمج لازم يبقى في تسجيل ل نشوف قياس هو واصل لايه، مهاراته ايه، واصل لغايه ايه في التاهيل والتدريب، عشان بعد كده لما بعد سنه مثلا في نظام الدمج وصل لايه، برده حقق ايه، هل في طفره ولا مستواه نزل. يعني انا شفت حالات مستواها نزل تماما لانه هو ما فيش تقدم، بالعكس ده نفسيا اتاثر جدا ورفض دخول المدرسه اصلا لانه هو نبذ من اصدقائه وبقى يعايره، فبالتالي حصل هنا دروب مش الصح. يعني زي ما قلنا اعداد الكوادر لازمه برضو، المدرسين وغيره التربويين في المدرسه يبقى عندهم تاهيل، زي ما قلنا نوع الإعاقة برضو بيفرق إذا كان حركي أو ما شابه وبصري أو غيره، متعدد الإعاقة غير اللي عنده إعاقة واحدة، التربية المبكرة والدمج المدرسي لازم أهل ابني قبل ما أوديه المدرسة من وهو صغير إن هو في مجتمع أصلا طبيعي إن هو مجتمع دامج، الطبيعي إن أنا مش هعزله، يعني أنا مش هخرجه، مش هوديه مكان فيه ناس طبيعيين هوديه، فهي فكرة الدمج على فكرة هي بتبقى نابعة من الأسرة، يعني المفروض ان هي من الاساس ان الاسره عندها وعي ان انا مش عازل الولد. انت عارفين ليه بقول كده؟ لان في اسر بالفعل عازله اولادها، في اسر بالفعل مخبيه اولادها، ولما بيجي بتوع الاحصاء يقول لهم انت عندك اولاد ايه، يقول له ده وده، ويبقى عنده عيل ذوي اعاقه جوه ما يرضاش يقول، ما بيحبوش يقولوا خجلا، ما بيحبوش يقولوا ان حد يحصل لي يتكلم يقول انت عندك طفل ذوي اعاقه، لا انت هتدفعه حاجه، في هواجس عند اولياء الامور كتير بتبقى احيانا فيها مشكلات زي كده، بتقال ان هو انا خايف ان اعلن ان ابني عنده ذوي اعاقه، ان هو من ذوي الاعاقه. كل فصل المفروض بيبقى فيه طفل او اتنين على اقصى تقدير، ما يكونش اكتر من اتنين، علشان يقدر المدرس كمان يقدر يبقى عنده القدره انه يتابع الاولاد دول في الفصل ويقدر يستوعب مشكلاتهم ويقدر يرد على اسئلتهم، يقدر يعني هي الفكره مش الكم،
هو الفكر والكيف ازاي. حجم الفصل طبعا لازم يبقى في ليه مواصفات معينه، لما يكونش ضيق طبعا جدا، لان يبقى في مساحه من ان الولاد تتحرك او يحصل اي حاجه، او يبقى في شغل ميسر بشكل اكتر لحركه الاولاد من ذوي الاعاقه. كمل 20. البدء من المعلمين الراغبين زي ما قلنا، ان لازم يكون في ناس عندها حب انها تبقى في الموضوع في المشروع ده. ما عندوش الرغبه يبقى بلاش منه خالص العمل بروح فريق، لان طبعا بيبقى فيه مدرس مساعد واستشاري ومدرس فصل والشادو تيتشر والمش عارفه ليه، لها ترتيبات كبيره جدا، ان المنظومه كلها مش مدرس واحد، كذا مدرس. طبعا زي ما قلنا الدمج مش هيتم زي ما قلنا، هو حصل عندنا تم على طول ما شاء الله. المدرسه دي دمج، يلا يا اولاد دي فصل عندكم اتنين والطفلين دول هيبقى معاكم في الفصل، خلاص هو ده الدمج. لازم تدريجي زي ما قلنا، لازم ادمجهم في الطابور وفي في الاشغال الفنيه وفي البريك وفي الاكل وفي الحاجات، في تاهيل قبل ما احطه في الفصل. ماشي. في كمان المعلمين برضو بقى في عندهم قرارات، ان هيدي له حريه اختيار قرارات في معينه، تعديل منهج، في تعديل رؤيه للطفل ان هو يقعد هنا يقعد هنا، ملاش الوقت ده كله يقعد في المصادر ما يقعدش في الفصل. يعني في حاجات زي كده. تحديد الفتره الزمنيه للدمج ممكن تشمل اليوم كله دراسي او جزء من اليوم او ما شابه. السجلات طبعا اللي احنا بنقول عليها في اول اليوم الدراسي، ان هي في اول بدايه الدمج، ان هو اعرف مستواه وبعد ما يخلص اعرف وصل لايه. كملي 20. حضانه؟ لا لا لا، خليها دلوقتي، هذه الحضانه اللي تحت. شوف الحضانة دي في باريس عاملة ايه؟ انا بوسو المهرج. الطفل أليكسيس الذي يبلغ عامين ونصف العام من العمر يعاني من إعاقة، هنا يعامل كما يعامل أي طفل آخر، فنحن في مقر حضانة تفتخر بأنها الأولى من نوعها في باريس، والتي يمكنها استقبال الأطفال ذوي الإعاقة وغيرهم في آن واحد. الاختلاط مع الأطفال الآخرين هذا ما يجعلها تجربة غنية، لأن هؤلاء الأطفال لا يعرفون أن الأطفال الآخرين يحملون إعاقة يأتون إليهم دون أي صعوبة، على العكس. ويمكن لهذه الحضانة التي فتحت أبوابها مؤخراً استقبال 66 طفلاً، 20 من بينهم يعانون من إعاقة أو مصابون بأمراض مزمنة. مبادرة إدماج الأطفال المعوقين هذه لقيت استحسان أولياء الأطفال الذين يتمتعون بصحة جيدة. بالنسبة لي هي ترمز للأخوة والمساواة والتنوع، قيم أريد حقا تعليمها لابنتي، وأرى أنه من الجيد أن يبدأ هذا التعليم في الحضانة. الألعاب ووجبات الطعام والقيلولة، هنا تحترم الأنشطة وتيرة عيش الأطفال المعوقين، وقد تم تكييف المساحات وتدريب المربيات خصيصا، كما يقضي الطبيب وعالم النفس في الحضانة وقتا أطول منه في الحضانات التقليدية الأخرى. وأخيرا يتم وضع برنامج استقبال فردي لكل طفل بالتشاور مع الأسر. نحن لا نعمل اتباعا لمناهج الأقسام الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بل حسب المهارات المكتسبة من قبل الأطفال حقا، ويتجول الأطفال داخل المساحات المختلفة وفقا لاختيارهم ورغباتهم وما هم قادرون على القيام به. ويمكن استقبال الأطفال حتى سن السادسة، كما أنه من المقرر أن يتم فتح حضانة أخرى من هذا النوع في باريس في وقت قريب. الفكرة في الحضانة إنها حضانة، إن هي مش مدرسة. إحنا عندنا الدمج ما بيتعملش إلا في المدارس، هما بادئينه صح، بادئينه الأطفال الحضانة اللي هي الثلاث وأربع سنين واللي قبل كده كمان، فهم عاملين تأهيل صح وعاملين استعدادات سليمة جدا، إن الطفل ده من هو صغير طالع مدمج فاهم، ما عندهمش مشاكل. مفروض إحنا بناخد حاجات إيجابية من دول، من الحاجات دي، إن أنا أتعلم، إن أنا ما استناش لما الأم يبقى عندها ابنها 6 سنين ونص و7 والمدرسة، لا ده لسه ما تمش 7 سنين أو 6 ونص، أو بيدققوا قوي في السن ويدققوا قوي في حاجات كده غريبة، إن هو مش هيلتحق بالمدرسة الدمج إلا ما، طب ليه ده بالعكس، ده أنا كل ما يبقى السن معايا، طب ما تفتح فصول دمج كيجيهات وبيبي كلاس و والحاجات ما خلاص، هو ما احنا عارفين القصة، ادمجه هو طفل زي الحضانة دي في باريس، ما نتعلم
ناخد خبرات من الناس اللي سبقتنا. مش عيب ان انا اتعلم، ومش عيب ان انا نعرض تجارب نجاح للاخرين، ما هم نجحوا علشان هم اكيد جربوا، اكيد شافوا حاجات اكتر. احنا المفروض عندنا نفس الوعي ده. يعني انا بطالب ان الدمج ده، على فكره هو يعني التربيه والتعليم ما بتدمجش اقل من السن 6 سنين فيما فوق. المراكز الخاصه الاستثماريه بقى بتعمل ده، عشان نبقى بس عندنا برضو فاهمين. في مراكز، وفي مراكز، المراكز اللي بتاخد فلوس كتير طبعا دي بتعمل الحركات دي، بس ليه ما انا ما اخدش الفكر ده واطبقه صح في التربيه والتعليم؟ ليه استنى لما الولد يبقى 6 سنين و7 سنين وكبر، والتاني كبر، وده لا رافض ده، وده مش قابل ده؟ صدقوني كل ما بيبقى الولاد طالعين متربيين مع بعض ومجتمع سليم وبيئه صحيه هيبقى صح. زي الاطفال اللي شفناهم دول، الحضانه الدمجه دي اللي في باريس دي مثال صحيح للدمج الصح. الصعوبات بقى اللي هتواجهنا في موضوع الدمج لا حصر لها، زي ما قلنا في بعض الاطفال عندهمش القدره ان يوصلوا المدرسه لبعدها لمشاكل اعاقتهم، حركي او بصري مش عارف يوصل لمدرسته. دي برضو لان اللي احنا نعرفه ان المربع الواحد في اي منطقه ممكن ميبقاش فيه الا مدرسه دمج واحده، عشان نبقى فاهمين بس ليه الموضوع ليه بعد المدرسه، مش هنقول المدرسه اللي جنبي، لان هو دلوقتي بيقال ان كل المدارس بقت مفتوحه دمج، بس مفتوحه دمج فيها التاهيل؟ لا، عشان نبقى صراحه. تمام. امال عامله دمج ازاي؟ زي الفل. لا، رفض المدارس العادية كمان قبول الأولاد ذوي الإعاقة، خشية إيه بقى؟ عدم القدرة على التعامل معاهم، تحمل مسؤوليتهم، يعملوا إزعاج لأقرانهم. دي سبب على فكرة، أسبابه موجودة بالفعل. عدم كفاية النصيحة والمشورة المقدمة للأهل، برضو إحنا قلنا في عدم وعي الأهل كتير جدا بالمشكلات دي، فهي بتعمل مشاكل. عدم وعي الأهل، المعاملة السيئة والغير مرضية للأهل ولأولادهم ذوي الإعاقة، إن هم دايما بيشتموا، إن هم دايما أولاد بيزعقولهم، بينبذوهم، بيطردوهم من الفصل، الإهمال، التجاهل، كل دي مشاكل. ما كل دي مشاكل في مدارس الدمج. عدم جاهزية النظام التعليمي والمدارس والمدرسين والحاجات أصلا غير جاهزة، غير يعني قادرة على تحمل هذا المشروع الضخم. مشروع دمج ده مشروع كبير وحيوي وهيجيب نتائج إيجابية كتيرة جدا، بس لو اتعمل صح وبنظام صح. زي ما قلنا برضو نفس الكلام، المدرسين عندهم عدم دراية، زي ما قالت الأستاذة من شوية، المدرس بيقول لها يعني إيه دمج؟ ده يعني حاجة غريبة برضو. نفس إساءة الأطفال العاديين لأقرانهم من ذوي الإعاقة بالاستهزاء والضرب والحاجات دي، على فكرة بقولها كتير لأن هي موجودة وهي دي لب الموضوع، إن محدش متقبل الآخر. السلوكيات هي دي النقطة بقى اللي بيصدرها الأطفال ذوي الإعاقة بتقلق الأسر أطفال العاديين. طفل شقي، طفل عنده فرط حركة، طفل بيعمل سلوكيات مش مدركة لنظرة لإعاقته، فالأسر التانية ما بتقبلهاش. أنا إيه يجبرني إن ابني يبقى جنبه طفل ذوي إعاقة وبيعمل سلوكيات وأنا مش قبلها؟ لأ، أنا أرفض إن ابني يبقى موجود، أو مش بقول بأرفض ابني يبقى، برفض إن الطفل ذوي الإعاقة يبقى موجود مع ابني في الفصل. فلأ، طول النهار أنا بشحن ابني إن هو يتعامل بشكل سيء مع الطفل الآخر من ذوي الإعاقة، وده بيحصل. عشان نبقى بس على نور، كله شحن، مفيش توجهات صحية للأسر إنها توجه ولادها إن لأ ده طبيعي، وإن ليه نتقبلش الآخر. هي فكرة تقبل الآخر دي اللي أنا بحاول أزرعها مفروض الفترة الجاية، وإحنا نقولها كلنا. إن يعني كان في دكتور مشهور قوي قال جملة، كان على مسرح الساقية هنا من سنتين، قال من فينا معاه شهادة ضمان إن هو يفضل معافى وسليم طول العمر؟ مين فينا معاه شهادة ضمان؟ يعني هي سهله قوي. يعني ليه طول الوقت لا انا ابني ما يقعدش مع ده عشان ما يتعديش منه، لا انا ابني طول الوقت ما يتكلمش مع ده عشان ما يبقاش متاخر؟ مين معاه شهاده ضمان لابنه او لنفسه ان هو هيفضل معافى؟ يعني ربنا يحفظ الجميع، بس لازم يبقى عندنا الروح السليمه الايجابيه، إن انا اتقبل وان ازرع في ابني ان هو يبقى عنده حب الاخر وحب تقبل
الآخر أيا كان، وزي ما هو ما أنا مش بحب التفرقة في المعاملات والسلوكيات، إن ده طفل عشان مش عنده إعاقة بسلوكه شوية مش متزن فأنا أرفضه، طب ما أنا أعدله، طب ما أنا أحاول أعمل خير وثواب فيه وأحاول أحتضنه. على فكرة الأم اللي ما بتعملش كده بتخسر بعد كده، ابنها كده كده هيبقى يكبر وهيمشي بعيد عنها وهيتعلم السلوكيات دي غصب عنها لو أنا ما قلتهوش وهو صغير. لازم يبقى مؤهل وهو صغير على تقبل الآخر، وإن هو يبقى عنده الفكر اللي يطوعه ان هو يبقى عارف يعمل ايه لما يشوف سلوكيات ما يكتسبهاش هو عمال على بطال. مش شرط ان انا طول الوقت ابقى شخص مكتسب للسلوكيات الغير سويه، لا، اعرفه السلوك ده مش سوي، بس هو لازم افهم ووعي طفلي. كملي 20. الانشطه بقى، الحاجات اللي انا اراعيها اللي انا بشوفها قبل الفصل، قبل ما اطلع الفصل فوق، هي الحاجات دي، الحاجات دي أهم بكتير قبل ما أطلع خطوة الفصل فوق أو غرفة المصادر. هي دي الحاجات اللي بتعمل المشاركة الوجدانية بين الولاد وبعضها من أول طابور الصباح. شوفوا بيقفوا في الصفوف متوازية، على فكرة ده نظام دمج حقيقي، ده يعني ده دي الكتب السليمة اللي جايبة الكلام ده والأبحاث اللي جايبة ده النظام ده، مش تفكيري أنا بس يعني مش دماغي، في رؤية أنا بقولها بس هو ده الصح، ده النظام الصح اللي بجيبه لكم، اللي هو طابور الصباح يقفوا في صفوف، لو في صم في مدرس مساعد واقف في الطابور بيشرح للولاد الصم بالإشارة اللي بيحصل في الطابور، لو في أطفال بصري بوقفهم وبرشدهم للطابور وبسيبهم هقراها لكم بالظبط، أما المعاقين بصريا فيكونوا بجانبهم للتوجيه مع إعطائهم الاستقلالية في الحركة والتوجه أمام زملائهم حتى لا يؤثر ذلك على نفسيتهم. تمام، اوجههم واوقفهم مع زملائهم في الطوابير في طابور الصباح واسيب لهم حريه الحركه عشان ما بقاش انا بقودهم او معامل لهم عمليه، يعني انا ايه مش بديهم حريه الحركه والاستقلال. شوفوا قد ايه الكلام جاي مظبوط بس ما بيطبقش كده. دي نقطه، الاذاعه المدرسيه لازم يشتركوا كلهم الاولاد في الاذاعه، الفقرات انتوا عارفينها، القران، انشاد الكلمه، ايا ما كان. انا نعم طبعا ده في الطابور تحية العلم، ولازم يشتركوا فيها على فكرة، كل يوم طفل يطلع يحيي العلم، طفل عادي، طفل بصري، مرة جاية طفل حركي، ايه المشكلة؟ لازم يشاركوا في القصة دي. والإذاعة كمان حتى هم حطوا البند بتاع الإعاقة الذهنية، ان هو بين الأولاد القادرين على الكلام، طبعا لان في اطفال مثلا مش قادرين على الكلام، ما بيخرجوش الحروف والكلمات سليمه، فطبعا اللي عنده قدره انه يتكلم ويتواصل ويقف في الاذاعه ويقول كلمه او اي حاجه من الحاجات دي يقوم. المشكله في الاعاقه السمعيه ان هو غير قادر على الكلام، بس هي حلوه جدا ومحلوله. انا بقول ان الطفل ذوي الاعاقه السمعيه ما يقف يعمل اشاره مثلا لكلمه، بنديله الكلمة اللي الولد اللي بيقولها اللي هو اللي بيقولها العادي بيكلم، الولد الصم بيترجمها لأقرانه برضو، إيه المشكلة؟ ما هي الحاجات دي متاحة، أديله فرصته إنه يواجه، أديله فرصته إنه يتكلم. وبرضو المكفوفين هو قايل إن لا أعتقد إن هناك مشكلة مثلهم مثل العاديين، بل البعض منهم يتفوق في الإلقاء، دي حقيقة، هم متفوقين في الإلقاء وفي صوتهم وهم فعلا مبدعين في الموضوع ده، فأنا مش شايفة مشكلة في البصري إن هو مثلا لو أتكلم في حاجة دي كده ما فيهاش مشكلة تماما. الفصحى، أشاروا الفصحى برضو بيشاركوا مع بعض في الدمج الاجتماعي، زي ما قلنا هو ده الدمج الاجتماعي، بيشاركوا في أوقات الخروج أو الفسح، الحفلات والأنشطة المدرسية والكشافة والحاجات دي كلها والأنشطة الطلابية لازم يشاركوا فيها، الرحلات والزيارات الترفيهية والتعليمية أيا كانت بقى، رايحين مكان متحف أو مكان تعليمي أو مكان استكشافي زي الحاجات الجميلة الموجودة، بيروحوا مع بعض والأصم بيبقى معاه المدرس اللي بيترجم إشارة بيترجم له إن المكان ده بيقول إيه، 1 2 3، الكفيف بيتلمس وبيشوف وبيسمع كل حاجة، هو ده الصح، هي دي المشاركة المجتمعية اللي احنا بنقول فيها. الاحتفالات المجتمع الخارجي ان انا مثلا اشركه في بطولات، اشركه مع مدرسته بس يطلع بره في بطولة خارج اطار المدرسة، في نادي اخر، في مدرسة اخرى، حفلة على مسرح تاني بره، هي دي المشاركات اللي المفروض بتبقى ارعيها، هو ده الصح، هو ده النظام الدمج الصح
مش كله قصة الفصل وبس، أنا بختصرها في فصل. كمل يا شيرين. النجاح يعتمد على التحضير، فبدون التحضير سيكون الفشل مؤكدا. طبعا كونفوشيوس قالها، فهي مقولة. نحن هاتي آية طه كده. كان في تجربة نجاح شايفاها في مصر السنة دي، اللي كانت أولى ثانوية عامة، هي بنت كان أول سنة تطلع بنت نظام الدمج لما طبق. فهي البنوتة دي من كانت أولى جمهورية ثانوية عامة قسم أدبي. مش هتفتح؟ طب شوفيها تاني. هي باختصار، هي آية طه دي كانت أولى ثانوية عامة السنة دي 2017، كانت عندها مشكلة حركية وكانت أولى جمهورية ثانوية عامة، كانت من نتاج نظام الدمج. بس طبعا يعني مدرسينها كانوا واقفين معاها، أسرتها، أخواتها. باختصار إن هي كانت في بيئة شوية راعية ليها، فربنا كرمها وحازت عليها. كملي يا شيرين. يعني فضيلنا من لبنان، تيا وأحمد طفلان لبنانيان يعيشان في عالم التوحد، وقد شكلا الإثبات الأكيد أنه بإمكان أطفال التوحد الاندماج مع بقية الأولاد. الطفلان انضما إلى برنامج الدمج المدرسي للأولاد الذين يعانون التوحد، والذي أطلقه مركز الشمال للتوحد في لبنان وحقق الكثير. تيا ابنة الأربعة أعوام نجمة هذا الصف، فقد تمكنت من دون أن تدري من تحدي مجتمع أراد حرمانها حقها في التعلم. هذه المدرسة على خلاف المدارس الأخرى التي رفضت استقبال تيا، فتحت أبوابها لطفلة تعاني مشاكل في التواصل. هكذا قطعت تيا شوطا كبيرا وحققت إنجازات أكاديمية بعد أن انضمت إلى برنامج الدمج المدرسي للأولاد الذين يعانون التوحد، والذي بدأ بتنفيذه مركز الشمال للتوحد في لبنان. هالولد اللي عنده احتياجات خاصة مفروض نهتم فيه أكثر من غيره، ولكن خفنا على الصف ككل. يعني هيدا ولد وهوديك 20 أو 25 ولد، كمان بدك تفكري باثنين. أخذنا وقت، جربنا أسبوع. شايفين الفصول عاملة إزاي؟ شفنا إنه هالولاد مندمجين وما في ازعاج، لبل الاولاد حبوهم وحضنوهم. مثل العدد من الاشخاص المختصين يلي تواصلنا معهم، لقينا انه عم بيجي لعندهم كثير حالات من هيدا النوع، منهم عم بيعرفوا لوين بدهم يوجهوها، عم بيتوجهوا فيها على مؤسسات عم ترفض، وهن كمان مش متخصصين بهيدي الاشكاليه. فمن هون يعني قررنا ناسس هيدا المشروع. سليمة هي مدرسة تيا الخاصة التي ترافقها يوميا إلى الصف للإشراف على تقدمها ومساعدتها على التكيف. كنا نجيبها قبل ما بلشت المدرسة على 4-5 أيام ونشغلها هون ديز أكتيفيتي نعملها هون بقلب الصف. بعدنا تاني خطوة بدنا نقوم فيها هي إنها تتعود على رفقاتها بعد ما تعودت على المكان. قصة نجاح تيا ليست الوحيدة هنا. أحمد ألي قومتنا. ده أحمد أخوها توحد. الأوبيتال برافو. تري بيان ألي الأوبيتال. كيس كونا ديسيني إيسي أحمد؟ مامي. لا با سيتا؟ ما با. كي إيسي؟ وجا. فأحمد تمكن أيضا من مجاراة أطفال عصره محققا تقدما ملحوظا بعد أن كان غير قادر حتى على الكلام. تواصلنا معه لكتير أشياء أحسن، كتواصل مع رفقاته أهم شيء، صاروا هني حتى الولاد يقربوا منه، كانوا قبل أنه أحمد ذكي أحمد أم أحمد، صاروا هلا معودين إذا أحمد وقف صار ما بيعني لهم أنه إذا أحمد وقف ولا لا، صار كتير نورمال.
دمج اطفال التوحد طبعا من الامور الصعبه جدا، ان انا ادمج طفل توحد صعب، ان هم بتبقى عندهم مشاكل في التواصل وفي الدمج وفي التواصل الاجتماعي اكتر والتواصل البصري، بس هم النظام حلو والطريقه كانت جميله، وشكل الفصل وشكل المدرسين وشكل اكيد شفتوا المنظر العام بيبقى عامل ازاي لو انا هعمل دمج واحط فيه اولاد من ذوي الاعاقه او طفل او طفلين توحد زي ما شفناهم. هنكمل كيفيه الادماج، ازاي هعمل المنظومه صح. لازم يبقى فيه خطوات، الفصول الخاصه، حجره المصادر، الخدمات الخاصه. وهنكمل الفصول الخاصه، ان معلش يا مراجعه الصوت، معلش، ان الطفل بيلحق بفصل في قلب المدرسة، هي المدرسة فيها عدة فصول، فهو بيبقى الطفل ملحق بفصل مع أقرانه في قلب المدرسة، بيقضي وقت من اليوم فيه، وبقية المفروض الجدول اليوم أو بقية اليوم بيبقى في حجرة المصادر. حجرة المصادر هي حجرة مساعدة فيها كل الأدوات وفيها كل التقنيات اللي بتساعد الأولاد ذوي الإعاقة إن هم يكملوا يومهم ويستوعبوا الأشياء اللي مش يقدروا يستوعبوها في الفصل مع أقرانهم العاديين في وقت قصير. بتبقى الموضوع محتاج شوية وقت وشوية أجهزة مساعدة عشان توصل لهم بشكل سليم. الخدمات الخاصة كمان، إن أنا هديله جزء من وقتي بيشتغل بشكل فردي، كجلسة تخاطب مش هتنفع تكون في وسط أقرانه، كمثلا تعليم قراءة وكتابة وعنده صعوبات تعلم فمحتاج شغل فردي علشان أقدر أوصل له المعلومة، وغيرها من الخدمات الأخرى في اليوم الدراسي. كملي يا شيرين. المساعدة داخل الفصل، اللي هو إن في حاجات ممكن ألحقها بالفصل كمان، إنها تساعد الولد، وإن يبقى في مدرس مساعد اللي هو يبقى واقف مع الولد زي هو الشادو تيتشر، أو وفي معلم استشاري بيجي يمر على الفصول. هل ده بيحصل؟ ما مش عارفة يعني، هو فيها منظومة كده بتبقى ماشية سليمة، إن أنا أقدر أوفر للولاد وسائل في الفصل، وسائل تعليمية، خريطة أو مثلا انا بتكلم النهارده عن جسم الانسان، اجيب شكل مجسم لجسم الانسان، لوحه تعبيريه، ايا كان وسيله اقدر اساعد بيها الطفل داخل الفصل من وسائل وغيرها، ومدرس متمكن يقدر يوصل معلومه، هي دي اللي بتبقى المفروض داخل الفصل. المعلم الاستشاري اللي هو المفروض بيمر على المدرسه وبيساعد المدرس المقيم او العادي في وضع البرامج بتاعته، كل دي ترتيب المنظومه الدمج. مش عايزه اشغلكم بيها كتير، بس هي هو ده الترتيب بتاعها بالظبط. ملي 20. لا يمرض الامل ما دام الايمان بصحه جيده، ما اقصى ان يعيش الانسان بلا امل. بالامل فعلا. تمام، كملي 20. غرفه المصادر ولا ايه؟ هنشوف غرفه المصادر شكلها. هبت رياح المعالي تفرق يا غيوم، واحنا سهرنا الليالي ما تسهر الا نجوم. نسهر على شي غالي جيل القيم والعلوم، شباب منتج مثالي رغم التميز خدوم. Oh,
موهوب مبدع خيالي تلقاه وقت اللزوم ومن يكون انعزالي لك فيه ريحة السموم نادي الفتاة لك سؤالي كيف صرت نجم النجوم نجم بعيد المنالي عن من حسد أو يلوم كيف صرت نجم النجوم نجم بعيد المنالي عن من حسد أو يلوم عن من حسد أو يلوم هي الشكل العام كده بس يبقى فيها ادوات طبعا ما ظهرتش في الصوره، في ادوات تعليميه، في ادوات تنميه مهارات، في اجهزه مساعده، يعني هو الشكل تمام بس في حاجات ما وصلتش الضوء عليها بالظبط. لكن هو ده المفروض تبقى الغرفة دي غير الفصل، شكلها مختلف تماما غير الفصل العادي، علشان بتبقى بتمكن الطفل من ذوي الإعاقة ان هو يقدر يمارس أنشطته ومهاراته والحاجات اللي احنا حابين نوصلها له في وقت اليوم الدراسي. إيجابيات الدمج، في إيجابيات وفي سلبيات، احنا هنبدأ بالإيجابيات دلوقتي. احنا بنقول ان هو هيقلل النظرة السلبية وهيقلل عزل، لان احنا بنعزل ذوي الاعاقه وعزلتهم عن المجتمع، وهيحد من المركزيه في تقديم الخدمات التعليميه، دي حاجه. هيعمل نظام تعليمي فيه مرونه شويه، بحيث ان انا اقدر انوع خدماتي للولاد ذوي الاعاقه، ان اوفر لهم انشطه، اوفر لهم برامج معينه ممكن ما تبقاش متوفرة ليهم في مدارسهم، مثلا لو ذهني في التربية الفكرية. الموضوع هنا هيوفر لهم أدوات، أجهزة، أنشطة مفروض إنها بتفعل ومتاحة ليهم. دمجهم في الفصول مع الأولاد العاديين بتتيح ليهم فرصة التفاعل الاجتماعي طول الوقت، غير ما أنا حاطة مجموعة من الصم في فصل مع بعضهم أو مجموعة من الإعاقة مثلا الذهنية أو الداون في فصل لوحدهم. مش هيبقى فيه تفاعل، مش هيبقى فيه اكتساب لغة، مش هيبقى فيه مكتسبات بالظبط، هتقلل حتة الانعزالية عنهم شوية. فدي بعض الإيجابيات. كمان بيئة الدمج بتعمل على زيادة التقبل الاجتماعي بين ذوي الإعاقة وأقرانهم العاديين، كمان دي مهمة جدا، في بعض الحاجات دي مفيدة هتبقى موجودة في إيجابيات الدمج. كمان التقليب الإيجابي، إنه أنا هيبقى فيه تقليد من الأولاد ذوي الإعاقة لأقرانهم في حاجات كتيرة، في مهارات، في كلام، زي ما بقول إن الكلام مكتسب في سن صغير، إن أنا ما بلاقي طفل متكلم وطفل ما عندوش لغة كتيرة ومكتسب لغة، هيتعلم التواصل، هيتعلم إن في دمج مجتمعي، هيتعلم يتناقش، يتكلم، يتفاعل، الحاجات دي مهمة، وهي دي بعض الإيجابيات الدمج. كمان هتعمل زيادة فرص التواصل بين الأولاد وبعضهم، هيبقى فيه فرص للتواصل والكلام والمناقشات. كمان تمام، هتحسن اتجاهات الأطفال ذوي الإعاقة ناحية أقرانهم، أو اتجاهات الأطفال العاديين نحو أقرانهم، في تغييرات في السلوكيات، في اولاد ما كانوش يعرفوا اصلا في اطفال ذوي اعاقه لصغر سنهم، فبالتالي هيحصل تفاعل اكتر وهيحصل احتكاك ايجابي بين الاطراف. كمان هيبقى الطرفين، انا شايفاها من وجهه نظر الطرفين، ان هيبقى في، انا اتعرفت على نقاط القوه والضعف، هي المفروض ان العاديين هيكتشفوها في ذوي الاعاقه، ان كل طفل ربنا وهبه نقاط ضعف ونقاط قوه، استحاله هيبقى طول الوقت، يعني اكيد في ابداع، اكيد احنا لاحظنا ان في مثلا عندنا تفوق رياضي لاولادنا من الاعاقه الحركيه وذهني، دايما بيحصلوا على في الاولمبيات الخاصه على ميداليات ذهب، عندهم نقاط قوة جميلة جدا لازم استغلها، ان هم عندهم شيء ايجابي بيقدروا يعملوه، بيقدروا يبقى عندهم حافز وعندهم ايمان بنفسهم وقدرة ان هم مثلا يقدروا يتدربوا ساعات كبيرة ويقدروا يحصلوا على بطولات. كمان المكفوفين، عندي اوائل جمهورية
ثانوية عامة كذا سنة كذا حد، عندي أولاد في كليات ألسن، عندي أولاد في كليات إعلام مكفوفين، ولينا أمثلة كتيرة جدا إن هم أبدعوا لغاية ما وصلوا لمراكز. فطبعا عندهم نقاط قوة كتيرة، النقاط دي بتوصل للولاد العاديين اللي هم كانوش يعرفوا، كانوا مفكرين إن الأولاد ذوي الإعاقة إن هم اعتماديون. الكلمة دي يعني كتيرة ناس فكراها هي كده، ان هو مدام ذوي اعاقة يبقى اعتمادي، يبقى لازم يعتمد على حد، لازم حد يبقى معاه، لازم حد يرشده، لازم حد يقوله هنعمل كذا هنروح كذا. بالعكس، هم على فكرة عندهم استقلالية وعندهم عزة نفس عالية جدا جدا جدا، وعندهم مواهب فظيعة، وعندهم حاجات ممكن ما نكونش احنا كمان عندنا الحاجات دي. هنقول مثلا بعض الحاجات برضو، ان في بيئه تعليميه بتشجع للتنافس السليم الايجابي الاكاديمي السليم، بتعمل كمان بتقلل الفروق اللي بين الاولاد وبعضها، وهنفهم يعني ايه هو عنده فروق معينه، عنده حاجات بسيطه ومش قادر يتفهمها، الحاجات دي بنقدر نفهمها ويقدر الولاد يفهموها بالاحتكاك بالوقت مع الوقت مع بعضهم. خلاص يا شيرين، دي اهم حاجه. هنا حقي ان اتعلم، مفروض دي رساله من كل طفل ذوي اعاقه ان هو بيقول ان حقي ان اتعلم. هتجيبي ايه؟ دمج بتاعي. طيب تمام، في دمج. تمام. الإعاقة السمعية، الأولاد الصم دايما عندهم هاجس كده دايما إن المجتمع مش متقبلهم، الناس بتتكلم عليهم طول الوقت. هنشوف دماغهم عاملة إزاي. We involve the children whether they have additional needs or whatever it be, whether it's deafness, maybe some physical تعديل المناهج طبعا، and we adjust the curriculum to meet their needs. Good morning. Sarah Jeffrey works at Icknield Primary School in Luton. She's been teaching in mainstream primary schools for 8 years. Profoundly deaf herself, she took a certificate of education for teaching the deaf at nearby University of Hertfordshire. Now she's teaching in the deaf unit at Icknield, one of the largest providers in the country for deaf children within a mainstream school. Some of the children whose needs are not being met, they come to me for literacy and maths only. Well, good. Michael, for example, has only just recently arrived to this country, and so he's still picking up English and learning to sign. He's actually quite clever. Maya, she's very good speech, good understanding. She just needs more encouragement to use her voice and to try. Very good. Thomas, his learning is very different from the other children. كل طفل ليه طريقة تعلم مختلفة عن الآخر. هي بتقول إن كل طفل بيبقى محتاج حاجة معينة، دعم معين. Wait. Salah is working at a similar level to Thomas, and he needs lots of repetition. Judy Hort is the disabled students coordinator at the University of Hertfordshire. There's an enormous advantage for newly qualified teachers who've got any sort of difficulty, be it a learning difficulty, a visual impairment, a hearing impairment, for them going into the mainstream class. I think mostly because they have huge empathy for the children to understand from the inside what helps, what it's like to have those difficulties. So I think that understanding is probably the greatest English word 1966. I'm able to bring lots of my own things from my personal experience to the children. I understand what it's like to grow up being alone. I understand what it's like to find things hard to understand and just keep going over and over. I don't understand. I don't get it. I know what it's like to feel frustrated, angry, and not being able to communicate, to make yourself understood. And I feel that makes me someone that they can talk to.
page can I find teams? Watch. Okay, have a look. Teams to watch. I think the advantage to parents is enormous. To meet a successful adult who has been supported, worked through the difficulties that their child has, I think for one thing it is hugely encouraging. If you know that the professional looking up. دمج الأولاد الصم وتعليمهم ولاحظنا إن المدرسة بتاعتهم كمان صماء. على فكرة هي مش حاجة صعبة، يعني احنا عندنا دوت وعندنا نماذج مهمة جدا في الصم، وصلوا لمراكز كبيرة جدا دكاترة وفنانين تشكيليين على رأسهم الأستاذة الكبيرة حنان النحراوي وغيرها وغيرها من الأمثلة الجميلة جدا في الإعاقة السمعية اللي وصلوا لحاجات مهمة جدا، وهم قادرين على التعلم وقادرين ان هم يدربوا كمان، هم عندهم الوعي وعندهم الحنكة والقدرة ان هم بجد قادرون على حاجات كتيرة جدا بحكم شغلنا معاهم بقالنا فترة، عارفين قد ايه ان الصم من الفئات القابلة لانها تتعلم وقابلة للتأهيل وقابلة كمان ان تدرب غيرها. يعني احنا عندنا مفروض مجموعة اولاد بنعلمهم قراية وكتابة، هم صم طبعا فكل شغلهم بالاشاره، فاحنا بنعمل لهم تدريب قرايه وكتابه. دلوقتي عملنا صف منهم ان هم يدربوا الاولاد الصغيرين الصم الصغيرين، هو وقت في ثانوي فعملناهم ليدربوا، عملناهم ان هم يكون قائد ويكون مدرب للاولاد الصغيرين من اطفال الجداد في المركز في المكان، فهم عندهم الفكر ده وعندهم ان انت ترمي عليهم مسؤوليه بيقدروا قوي يوظفوها ويقدروا كويس قوي يجيبوا نتائج كويسه، والفكر ده كويس جدا ان انت بتطوع اللي في الإعاقة نفسها حد يوظفنا توظفيه يشتغل مع غيره. طيب بسرعه غرفه المصادر احنا شفناها مش هنتكلم عنها، فيها ادوات عشان ما نعيدش الكلام. هاتيلي المكفوفين. مشاكل الإعاقة السمعية طبعا ان المدارس الامل بتبقى مجهزه بوسائل سمعيه، غرف خاصه بالتخاطب، هي مدارسهم فمؤهله تماما بكل الامكانيات اللي تقدر اللي هم يقدروا تبقى متاحه ان هم يشتغلوا. كمان عدم تقبل العاديين في ليهم في المدارس العاديه، زي ما المدارس العاديه ما فيهاش الاجهزه المفروض والاتاحه وغرف التخاطب بخلاف غرفه المصادر، فبالتالي بيعانوا في موضوع الدمج من عدم وجود الحاجات دي. كمان المدرس لو في مدرسته مدرسة الأمل للصم، مدارس الأمل عموما، المدرس عارف إن الولاد دول من فئة ضعاف السمع هيكرر الدرس كذا مرة، لكن المدرس العادي في مدرسة عادية فيها دمج هو مش واخد على كده، هو عارف إنه بيقول الدرس مرة واحدة فالولاد بيتقبلوه أو لا تقبلوه بقى أيا كان، هو بيقول المادة العلمية وخلاص على كده خلاص خلص المهمة بتاعته، ما عندوش الدراية إن المفروض بيعيد مع الولاد اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة لأن هم بيحتاجوا التكرار في معظم الأحيان. ارجعي يا شيرين تاني. طيب انا محتاجه استاذه زكيه، بس هي مسؤوله مكفوفين معايا ربنا يديها الصحه، استاذه زكيه محمد فخري، قولي لي يا استاذتنا المشكله اللي انت شفتيها، خليها يا سلمى وديها المايك، المشاكل اللي شفتيها في الدمج عند حضرتك في المدرسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الأفاضل، حضور هذه الندوة المجدية إن شاء الله يشرفني جدا إن أنا أحضر معاكم، وتحية إجلال وتقدير مني. طبعا أنا لا أزايد عن كلام الأستاذة منى، فعلا يعني عبرت عن كل ما بداخلي من سلبيات وكده، بس أنا هتكلم من منطلق معيشة الأطفال الحضانة. أنا بقالي 18 سنة الأطفال اللي هم من 4 سنين مثلا لست سنين لسبع سنين اللي يكونوا إيه ما دخلوش حضانات، وفي دخل حضانات مبصر. طبعا كانوا الأهالي يعانوا إنه الأطفال كلهم بيتحركوا حواليهم وهم سايبين الولد ده قاعد، لا طبعا لو ما كانش ايه يعني معامله خاصه للمس ولا للعامله ان تقوم تمشيه كده
المهم ايه. وبرضو الحاجة التانية بيقولي برضو الاهالي يعني بيلبوا لهم طلباتهم عشان ما حسهمش بالنقص، او يعني بقعد قرابة الشهر عشان اعرفك ان ايدك دي بديل لعينك. لا انا عايز كراسة زي اخوي، عايز كراسة زي اختي، ولا ايه؟ فعلا الاهالي حطوا لهم الكراسة والقلم في الشنطة. اقعد معاه اقول لها انت لازم تعوديه وتجيبي له مقلمه زيه زي اخواته، وتروحي تجيبي الكتاب الجديد ده مبادئ برايل، واقعد اعرفها ان لازم تعرفيه ان هو ليه ادوات جديده وليه شنطه جديده وليه مقلمه جديده فين وفين لغايه لما يتاقلم. كمان الاقيه برضو مش يعني برضو يعني حاسس انه مبصر، يسمع مثلا صوت بابا او صوت مامته. انا شايف بابا من بعيد اهو، بابا هو ماما هو. اقول له لا بص احنا ايدينا وداننا دي بنسمع. الحمد لله ان انا لقيت كتاب جميل جدا في قصر النور لماما نعم الباز، بيتكلم عن جميع الحواس البديله للبصر. يعني مثلا بقيت اقرا لهم الحاجات دي، الحمد لله جابت نتيجه معايا. مثلا زي طفله اقول لهم طفله من سنكم راحت اسكندريه، لما قربت طبعا اسكندريه دي مصر بمهد لهم البحر وكده، لما شمت ريحه السمك عرفت ان احنا وصلت لفين. يقولوا لي اسكندريه ريحه السمك فين البحر. برضو ولد عرف طريق صوت العصفوره بتاعته بالرغم ان مامته عارفه لونها يقول لها دي. كمان يعني حواس كتير بديله. يعرف بايده، اقول له نستعمل ايدينا. لما ماما تقول لك جيب الحاجه من المطبخ او كده واقول لهم لما تبدلوا يجي برضو يعني يتكلموا معايا، يا مس ماما غيرت مثلا كراسي السفره او وانا اتخبطت، ويجي مخبوط فعلا ليه اتخبط في قرطه تقول لي اصل انا غيرت. طب ليه ما تتعرفيه، لان تعرفيه الحاجه اللي انت غيرتيها او كده. اقول له بايدك كده تقيس الحاجه الكبيره، حاجتنا احنا كبيره ولا صغير. الحمد لله الى حد ما تقبله، وبعد كده بقى بنبتدي نلمس على اللوحه وعرف كتابه وخلاص، ويعني الحمد لله اتأقلموا. بس بياخدوا فترة على ما يتعودوا ان ايه حاسة البصر دي في بديل ليها ايه حواس تانية. ففعلا انا من خلال تجربتين، اولا الدمج، انا كان عندي ولد السنه اللي قبل اللي فاتت مامته قالت لا انا مش هدخله نور وامل. ليه؟ المهم يعني دي تجربه هي هتيجي لحضرتك السبت الجاي ان شاء الله. دخلته مدرسه وكانت بتدفع له 20,000 جنيه، اخذت سنه اولى بالطول وبالعرض وبالتعب النفسيه وكده. لقيتها بتتصل بيا السنه اللي فاتت قالت لي يوسف دخل سنه تانية دلوقتي وانا ارجوكي غتين انا عايزه اعلمه برايل، وشوفي لي مدرس برايل وقولي لي المدرسه وكده. دخل المدرسه دلوقتي في ثالثه، برضو انا مكلمها امبارح لما الاستاذه منى لقيت الندوه دي وكده، قلت لها ايه رايك في مدرسه الدمج اللي كنت مدخلها ابنك؟ يعني حسيت باهميتها؟ والله بنفس اللفظ نو نو نو. قلت لها يعني ايه؟ قالت لي سلبياتها اكتر من ايجابياتها. ده انا ابني لغايه دلوقتي يعني هو يا دوب بيكتب البرايل وشاطر جدا في الشفوي ولسه ايه ما وصلش للكتابه. طب قلت لها ايه السلبيات الثانيه؟ قالت لي اولا لما المدرسه او كده المس بتبقى السبوره يجروا كلهم ويسيبوه. ايه انت مش شايف اللي احنا قريناه؟ انت ليه عينك عامله كده؟ بتقول لي يعني انا لحقته كان هيدخل في دور مرض نفسي. شكرا لحضرتك استاذه زكيه. اولا انا بشكرك جدا. ثانيا استاذه زكيه هي مدربه البرايل عندنا في المكان، وتحيه اجلال وتقدير ليها ان هي تقود كل الفريق من المكفوفين وهي اللي تقدر تدربهم. انا بشكرك جدا جدا لان دي مثال جميل جدا جدا من مبصر القلوب اللي بفتخر بحضرتك جدا ان انت رائده وقائده في المجال بتاعك. شكرا لحضرتك جدا. انا عايزه بس اقول ان في ثلاث اتجاهات عشان اختم بيها الموضوع باختصار الدمج، لان موضوع شائك وكبير جدا جدا. ان في اتجاه من اللي بيتكلموا عن الدمج ان هم مع الدمج،
بيقولوا ان الدمج ده حاجه مهمه جدا، وان هي بتقلل عزله الاطفال عن عزلتهم في المجتمع، بدل ما انا بخليهم معزولين في مدارس خاصه بيهم اذا كانت مدارس تربيه فكريه او مدارس امل. هي انا معاكي، لان المكفوفين ليهم شغل مختلف وبرايل وبيحبوا وحركتهم والاماكن بيبقى حافظين الاماكن، انا عارفه ده كويس جدا، بس دي التوجهات الثلاثه الموجوده، في مع وفي ضد وفي الفكر المعتدل. في الفكر الثاني ان هم هو ضد الفكره، بيقول ان لا دمج بشكل عام مش بيبقى بيؤتي ثماره، بمعنى اصح ان هو يعني مش هيجيب نتائج سليمه وفي مشاكل في سلبيات، الاهل بيرفضوا، الولاد نفسهم بيرفضوا ذويهم من ذوي الاعاقه و و و وما شابه من مشكلات. اصحاب الفكر الثالث الفكر المعتدل اللي بيقولوا ان لا يبقى في دمج بس الوقت معين في اليوم، وفي غرف المصادر تكون متوفرة، وكمان ذوي الإعاقة الشديدة أو متعدد الإعاقة تماما ما يبقوش موجودين في نظام الدمج، لأن طبعا هيبقى في صعوبة عليهم، يبقى الحكم مدارس خاصة بيهم، لأن بيبقى صعب جدا أن أنا في مدرس واحد في الفصل ويتعامل مع شخص متعدد الإعاقة. ده أصحاب الاتجاه الثالث. هو الموضوع صعب، لكن احنا قلنا في الاول الاساسيات بتاعته، ان انا يبقى عندي مدرس متقبل وحابب، وان هو عنده الحافز والدافعيه انه يشتغل مع الاولاد من ذوي الاحتياجات عموما، المجال ما بيتحملش ان حد بس يبقى شغال، لا اهداف تانية، لازم اللي يشتغل في مجال ذوي الاعاقه يكون حابب، واللي يشتغل في مجال الدمج يبقى حابب اكتر، انه بيشتغل مع اولاد مدمجين في الفصل الواحد بالظبط. تاني حاجة المناهج تكون معدلة ليهم بشكل يتراءى، وبيبقى هو حاجة تقدر الولاد يقدروا يستوعبوها، مش المناهج العادية تماما، لأن اللي بيحصل إن المنهج هو بيدرس دي أكبر حاجة غلط بالفعل، إن المنهج العادي مع الأولاد العاديين مش جايب نتيجة أصلا، والولاد أصلا مش مستوعبين الطبيعيين، فما بالنا بالأولاد. انا تمام، انا معاكي، بس احنا بنتكلم ان ده الصح اللي يتعمل. تالت حاجه المدارس تكون مجهزه ومعده وفيها اتاحه وفيها غرفه مصادر مفتوحه، غرفه مصادر مفتوحه مش غرفه مصادر مقفوله. يعني اللي احنا بنعرفه ان غرفه المصادر موجوده في المدارس الدمج بس مقفوله علشان خايفين عليها انها عهده. يا ريت بقى الكلام ده يتعدل شويه، ويا ريت يبقى في فكر معتدل لمنظومه التعليم، وفكر يبقى سليم لمنظومة الدمج، لأن الدمج شيء كويس جدا، أنا شايفاه من وجهة نظري حاجة كويسة جدا، بس يتعمل بشكل سليم. لو اتعمل بشكل سليم أعتقد هيجيب نتائج هايلة ويؤتي ثماره بشكل كويس جدا، بس بيبقى الشكل العام والترتيبات اللي احنا قلناها من أول ندوة اتعملت كويس جدا. طيب في جزئية، في جزئية في فيديو المكفوفين، في حاجة بس هسمعها لحضرتك قبل ما نختم في دقايق عن تصور للمكفوفين. بسرعة بسرعة يا شيرين هقول لك. حضرتك بس اسمعيها معانا دقايق. فك سمو فك بحلم كده ترى، شايف الالوان عشان يحلم واقعية اكتر ما انها بتحلم، بتحلم اللي انا بوصله لها، يعني هي حاسه ان كل حاجه حلم وكويسه. اكيد هيبقى الصوت بس مش صوره، يعني I think she dreams like the rest of us, you know, with feelings, anything from her day. Dreams are things that maybe will not happen, but reality it of course will happen. يتخيلوا ان الحياه هي فعلا ضلمه، على فكره الصوره مش بتقطع، هي الحياه عندهم كده، وبيقول لكم الواقع اللي هم عايشين فيه. تمام، هم بيتلمسوا البازل والمكعبات والحاجات التعليميه عشان يقدروا يتلمسوها، يعرفوا هم بيتعلموا ايه. بالنسبه للمعاق بس او اللي عنده احتياجات بصريه بس، بتمسك ايده، وبالنسبه للاثنين بالنسبه للمجتمع ان يعرف ان دول موجودين وازاي يتعامل معاهم. صح يا استاذتنا، ده الشغل في المؤسسه المصريه المجتمع اللي هيعيشوا، اكيد حضرتك عارفاها ازاي بتتعامل مع المكفوفين الصغار. في ضعف البصر بيشغلوا لهم البروجيكتور كده في اضاءه، عشان التجربه بالنسبه لنا احنا كمدرسات للاطفال كانت ناجحه جدا، ان انا ادمج ولد كفيف معايا في الفصل.
لان انا حسيت ان انا بساعده ان انا بقدم له ان هو شخصيه عاديه زي باقي الاطفال وهو كمان بيساعد باقي الاطفال ان هو رغم ان ربنا خد مني حاجه معينه رغم كده انا مستمد وشغال معاكم كويس وزي زيكم فبيدفع الاطفال ان يبقى عندهم حماسه اكتر للتعلم. اطفال ضعاف بصر ومكفوفين يا جماعه عشان نبقى عارفين هي عندها استعداد تعرف اكتر بتحفظ بسهوله مشتركه في الكرول بتاع المدرسه وبتقدم حفلات معينه. طريقه برايل اللي بيتعلموا بيها هي دي يا جماعه والاله دي اله بيركنز للتعليم الاطفال اشتغلوا مع رؤيه وعلى طول من بدايه شهر مثلا بعد شهر من الشغل مع رؤيه بدات تبقى فظيعه يعني. البازل اللي بيعلم فك وترتيب الحاجات اللي بتكبر الكلمات علشان عيشه كانت الاول ما فيش اي حاجه معروفه مش اي حاجه باينه الاتزان الاتزانات مرفوضه من كل المدارس مرفوضه من كل الحضانات مجرد ان هي قاعده في البيت ما بتعملش اي حاجه بعد المركز انا اكتشفتها بقى عرفت ان هي ممكن تعمل حاجات كتير ان هي ذكيه جدا ان هي كويسه جدا ان هي ممكن تتعلم عادي ما كنتش متخيله انها ممكن تمسك ورقه وتكتب على النقط كل ده كان بالنسبه لي اصلا مش وارد في دماغي خالص. الطالب اللي زي ده جوه الفصل وهو الولاد شايفاه وبيتعاملوا معاه بتدي جزء كبير جدا من الاحساس بالمسؤوليه. هما بيعرضوا يا استاذ زكيه فصل دامج او فصل فيه ضعف بصر ومكفوفين وعاديين بيتعلموا ازاي طبعا بس برايل. المدرسه بيبقى اهم حاجه عندها انها تتاكد ان يعني الطفل دوت هيبقى في دعم يعني في حد مثلا هيوصل له المفهوم ازاي هيتعاملوا معاه في المدرسه بس ده كان دور المركز فعلا يعني هو فعلا هو بيروح المدرسه بيقول لهم يعني المعلومه ازاي توصل ليها ازاي احنا نفهمها المعلومه ازاي هتتعامل في المدرسه. هي هنا بتعمل له اختبار للاضاءه ان هو اختبار غرفه الحواس يا استاذه ذكيه الاضاءات والحاجات اللمسيه والحاجات البصريه ابتدينا ان احنا نعمل مشروع وده كان اخر مشروع الحواس. ان احنا ندمج الولاد في المدارس بس ندمجها بالطريقه الصح تعليمي مش كفايه لوحده لان مهما اتعلمنا فاحنا محتاجين خبرات كتيره ده كان مشروع مع الجانب الهولندي ابتدى يبقى فيه قانون دمج بس لسه مش مفهوم ما معنى الدمج دمج المكفوفين احنا عرضنا دمج الصم ودمج التوحد ودمج الاعاقه الذهنيه طول الندوه فده كان اخر جزئيه في الدمج النهارده لذوي الاعاقه البصريه مكفوفين او مبصري القلوب اخر صوره في الدمج حقي في التعليم يحترم ادميتي ويعاملني كانسان هو ده مختصر الكلام النهارده ان انا اعلم الاطفال دول انهم اطفال انهم بني ادمين انهم يعني يتعاملوا في المجتمع كأنهم يا جماعة عاديين دايما بنقول لو هم اتعاملوا معانا كأنهم عاديين صدقوني الموضوع كله لأن هم كمان متقبلين نفسهم متقبلين حالهم راضيين بقضاء ربنا على فكرة ومبدعين جدا جدا ومسرح الساقية ده شهد ليهم يعني عايزة أقول إبداعات يعني عرضناها قبل كده مسرحية المكفوفين عرضنا عروض بالصم بلغة الإشارة عرضنا نجاحات ولادنا في الدون في ابطال جمهوريه حاصدين الميداليات الذهب عرضنا ده وكان لازم ده حقهم علينا ان احنا نقول للمجتمع ان الولاد دول قادرين احنا هنا في ندوات توعويه لاجزاء كتيره من السنه واجزاء تانيه بنعرض فيها ابداعاتهم ومواهبهم لان هم بالفعل مبدعين بس اللي يلاقوا حد وناس بتؤمن بيهم وبقدراتهم وحباهم يعني عندها القدرة انها تخرج احلى ما فيهم وانها تعلم وتأهل وتدرب وهو ده اللي انا بزرعه في فريق العمل معايا اللي احنا بنشتغل معاهم بقالنا سنوات بفضل ربنا قدرنا نجيب نتائج هايلة معاهم ونتائج ايجابية كبيرة جدا علشان هم يستحقوا ده وهم فعلا بجد
هم اللي بيدونا الطاقة الإيجابية، مش زي ما أهليهم بيقولوا إن إحنا بنتعلم منكم، لا لا لا، بالعكس إحنا اللي بنتعلم منهم الصبر من أمهاتهم، وبنتعلم الولاد إزاي هم مبدعين وإزاي هم قادرين يتعملوا ده في صمت وإيمان شديد وبسعة صدر رهيبة. أنا ما بقعد قدامهم بتعلم كتير وما زلت بتعلم منهم، والندوات دي والندوة دي بالذات أنا عملتها علشان طفل قال لي أنا طفل دمج، وما تقوليش لي مس منى ان انا طفل دمج علشان انا كل الشارع وكل اصحابي بيقولوا لي يا طفل دمج. انا عامله الندوه دي علشانه بالفعل، ما كانتش في الخطه بتاعتي بس انا عملتها عشان الطفل ده، وعلشان اقول للمجتمع بلاش نوصمهم وبلاش نتعبهم وبلاش ناذيهم نفسيا، بلاش، يعني هم يستحقوا كل تقدير. انا مش عارفه اهو الدمج الاسم بقى وصمه، والطفل نفسيا مش عايز يكمل تعليم. على فكره هو ما عندوش مشكله كبيره، هو عنده زي صعوبات تعلم او تاخر دراسي بسيط، واحنا خدناه وبنأهله وبنعلمه، بس هو رفض المدرسه، رفض زمايله، رفض مدرسينه. مدرس اللي بيدخل فين بتوع الدمج بيقوموا يقفوا، فين الولاد بتوع الدمج بيطلعوا بره، فبقت القصه. فالكل الندوه النهارده دي الساعتين دي علشان الطفل ده قال له مامته ما تقوليش للميس ان انا طفل دمج. فاحنا بنوصل احيانا بعض الرسائل بتجينا كده. بتتقال اهي، اتقالت الطفله كمان وبتتقال وهتستمر تقال، بس احنا بنحاول نغير، احنا بنحاول نغير الفكر، بنحاول نعمل تاهيل للمجتمع وتغيير. انا عارفه ان الوقت خلص وبشكركم، والندوه الجايه ان شاء الله في شهر 3 عن متلازمه داون وعن عيد الام اللي بيوافق 21 مارس من كل عام، اليوم العالمي لمتلازمه داون ويوم الاحتفال بعيد الام، بس احنا هنعملها هنا 19 عشان هو ده اليوم اللي فاضي. ندوتنا الساعه 5 ان شاء الله 19/3 متلازمه داون وعيد الام. وبشكركم جدا جدا ولحسن استماعكم، بشكر الامهات المصابرين معايا واللي مكملين معايا ولولادهم، الف شكر لحضراتكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.